تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال مداخلاتكم استفساراتكم واقتراحاتكم كذلك على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقام التواصل 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم برامجنا تكون متنوعة، عندنا فقرتنا التوعوية وفقرة السوشيال ميديا وفقرات كذلك صحية قادمة إن شاء الله خلال البرنامج. بنبتديها بفقرتنا التوعوية، واليوم موضوعنا بيتكلم عن أهمية الفوليك أسيد للمرأة، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة مي بن ثاني. صبحك الله بالخير مي. أهلين، صباح النور. صباحك نور وسرور. مي، طبعا أهمية الفوليك أسيد كبيرة، ويعني الناس تأخذها مرات عارفة جزء من أهميته مو بكل الأهمية، فحابين نتعرف أكثر على أهمية الفوليك أسيد. هي إن شاء الله اليوم مثل ما ذكرتي دكتورة أننا بنتكلم عن أهمية حمض الفوليك أو الفوليك أسيد للسيدات اللي هم في سن الإنجاب. نعم. طبعا قبل أتكلم عن أهميته بذكر شو هو حمض الفوليك أو الفوليك أسيد. هو عبارة عن فيتامين بي 9. نعم. له فوائد كثيرة، من أهمها أنه ضروري لجسم الإنسان ويدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء. طبعا هناك العديد من الفوائد الأخرى للفوليك أسيد، لكن اليوم بركز بس على أهميته لهذه الفئة من السيدات. طبعا أهم فائدة له أنه يقلل من التشوهات الخلقية اللي ممكن تحدث للجنين خلال فترة الحمل، وخاصة الأسابيع الأولى من الحمل اللي هي من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع، لأن في هالفترة أو في هالأسابيع من الحمل يتم تكوين الدماغ والحبل الشوكي. فالسابق كان ينصح بأخذ الفوليك أسيد قبل 3 أشهر من التخطيط للحمل لتجنب هاي التشوهات اللي ممكن تصير للجنين، لكن اتضحت ان هناك فئه كبيره من النساء يكون عندهم الحمل يصير عندهم الحمل دون تخطيط مسبق. فعشان نتجنب هاي المشكله ينصح باخذ الفوليك اسيد بشكل دائم لكل السيدات في سن الانجاب. نعم. الجرعه الموصل بها اللي هي 400 مايكروغرام في اليوم لكل الاعمار، لكن ممكن تختلف الجرعه من سيده لاخرى على حسب احتياجاتها. صحيح. طبعا على حسب توصيات الدكتورة أو يعني تحاليل الدم عندها وكم هي تحتاج. بالإضافة إلى المكملات الغذائية اللي هي التابلت يعني من الفوليك أسيد، ممكن السيدة تعزز كمية الفوليك أسيد عن طريق الطعام. هناك وايد أنواع طعام غنية بالفوليك أسيد مثل الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، البقوليات، الحبوب الدائمة والكبد. ممتاز، يعني متوفرة بكمية يعني في أشياء كثيرة. إيه يعني هالأنواع من الطعام هي غنية وتحتوي على كميات عالية من الفوليك أسيد. نعم. طبعاً ها ما يمنع إن هي بس تركز على الطعام، لا ممكن تأخذ الاثنين، السبليمنت الطعام. في حالات معينة يعني يفضل أن يعني المرأة أو الأشخاص يركزون على الفوليك أسيد ويأخذون بكميات أكثر؟ هي بالضبط السيدات اللي أصلاً تتصار لهم قبل يعني مشاكل أو
الطفل كان في أي تشوه خلقي، نعم إذا كانت مصابة بالسكري من النوع الأول أو الثاني، نعم إذا كانت عندها وزن زايد أو سمنة، نعم عندها مشاكل يعني نقص في التغذية مثلا ناتج عن مثلا عمليات قص المعدة أو مشاكل ثانية في الهضم، هاي لا يكونون يعني الهاي ريسك اللي هم المفروض ياخذونه أو يحرصون أنهم ياخذونه ياخذون باستمرار، يعني مو فقط باستمرار بالأغذية، يعني كذلك سبلمنت أو الهيب. إضافة يعني كمكملات غذائية كذلك، صح. لأن أهميته جدا كثيرة، يعني سواء الوحدة حامل أو غير حامل أو كذلك يعني في يعني ما بقول فئات معينة أو أعمار معينة. ونفس ما ذكرتي في يعني أمراض معينة أو يعني أشخاص معينين يعانون من مشاكل معينة، ما بنقول حتى عنها أمراض، بس يحتاجون الكميات تكون أكثر أو أن يهتمون أنهم يأخذونها بشكل يومي أساس فائدة جسمهم. نعم. كلمة أخيرة مي تقدمينها لمستمعينا خلال برنامج؟ يعني انا انصح السيدات يعني اذا اي سيده حابه تعرف اكثر عن هالموضوع او عندها اي استفسار ممكن تزور اي نساء ولادة اللي موجودين في العيادات الخارجيه، نعم، او المستشفيات عشان تتاكد من هاي المعلومات ويوصفوا لها يعني الجرعات اللي هي مناسبه لحالتها. ممتاز. الاستاذه مي بن ثاني اختصاصيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. العفو. شكرا لك. طبعا كان هذا موضوعنا بخصوص أهمية الفوليك أسيد خاصة للمرأة. ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة السوشيال ميديا، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي وبتكلمنا عن أقلب ما يدور في السوشيال ميديا واهتمامات السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أسماء. صباح الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور، الله يحفظك. ناخذ جولة بالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. نحن كنا مخصصين أمس حلقة خاصة عن سرطان عنق الرحم. نعم. فالحلقة كانت تركز على أهمية التطعيم وآخر الدراسات اللي صارت في موضوع تطعيم سرطان عنق الرحم، لأن قبل كان يقول لي 26، لكن الحين في دراسات تقول لك حتى بعد 26 ممكن وحدة تأخذها يعني الوقاية. أبرز الأشياء اللي كانت تقول إن والناس كان معلومات ما يعني جديدة عليهم حسب التفاعل اللي كان موجود في اللايف، إن يعني ما كانوا يعرفون إن تطعيم، يعني البعض تحرى إن تطعيم خلاص أنا ما أحتاج أسوي فحص دوري، لا تطعيم والمرأة تحتاج تسوي فحص دوري صحيح. كذلك هذا صحيح، لأنه هو على أغلب الأنواع أو 95% من الأنواع، لكن سبحان الله واحد ما يدري، فالاحتياط دائما مهم. غير هذا إن المرض أعراضه ما تطلع، يعني وإذا طلع بيكون خلاص الوقت وايد متأخر، وهو ثاني مسبب للوفاة للمرأة. فأبسط شيء إن الواحد يصير المركز الصحي وعندنا 13 مركز صحي إنه يصير فحص. نعم. فيعني هاي من الأشياء اللي كانت موجودة في هاي الحلقة والناس كانوا متفاعلين معها. أيضا من نصائحنا الغذائية اللي كنا نحطها، لأن دائما يقول تحطون أشياء عامة، حطون الفواكه كم سعرة حرارية، فخلينا نحب يقول تفاحة صغيرة سعرة الحرارية 77 سعرة حرارية. أيضا نحب نقول إن أيضا هي الصحة موجودة في متجر هواوي، نعم. فممكن إنهم اللي عندهم تليفونات هواوي ممكن إن ينزلون التطبيق من الأب ستور مال هواوي. ممتاز. أنا شفته من يومين تقريبا الإعلان عن هذا الشيء، يعني هذا الشيء يعني حتى يعني تشكل مو فقط تليفونات أو هواتف معينة التركيز عليها، حتى هواتف ثانية يمكن الناس تفضل تستخدمها ويكون يقدر ينزل الأبليكيشن عليها. صح، أنا من النوع اللي عندي هواوي يعني، فأول شيء سويته نزل تطبيق فالتطبيق وايد فادني الصراحة. أيضا نذكر بموضوع طبيب لك المواطن، لكل شخص يعني مثلا حاب يأخذ استشارة، حاب يتواصل مع الطبيب عنده سؤال، ممكن أنه بس مجرد ذكاء عنده التطبيق يسجل ويتواصل مع الرقم المجاني يقول يا جماعة أنا بستشير طبيب لك المواطن. فالخدمة لمواطنين دولة الإمارات، فممكن أي شخص أي مكان أنه يسكن، سواء كان في الدوام وحس أنه تعبان، كانت في الجامعة حسيت أنها تعبانة. فموضوع يعني سهل جدا، انه مجرد اتصال وفيديو كول، واذا ما يبون فيديو كول ترى في مكالمات صوتيه. صحيح. الخدمه تعطيهم الاختيارين.
فالخدمة هاي، واللي عنده مثلا حاب يوصلنا أي اقتراح، عنده أي مثلا مشكلة وهو ينزل الابليكيشن يسجل فيه، يقدرون يتواصلون معنا في قنوات التواصل الاجتماعي أو عن طريق رقم المجاني 8342، ونحن راح إن شاء الله نحل المشكلة ونعرف المشاكل. سبحان الله دكتورة، أحيانا تكون أشياء تقنية مثلا في التليفون أحيانا، لكن نحن يعني يهمنا نحن أن كل الأشخاص يكون عندهم خدمة، فاللي أصلا حس أنه صعبة عليه يكلمنا. ممتاز، وهذا الشيء يعني بالعكس يعني التواصل يكون مستمر، وكذلك يمكن نقاط معينة واقتراح معين من الشخص اللي يستخدم الابليكيشنز أو الخدمة هذه، ويعطي اقتراح يفيد مجموعة كبيرة كذلك من الناس. هي يعني الخدمة لهم دكتورة، فيعني رأيهم جدا مهم. فالواحد يقول لا، يعني ساعات يقولون اسمحوا لنا بس نحن عندنا ملاحظة، لا نسمح لكم أي وقت تجون تكلمونا. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس أمران مهمان، إن أردنا حياة أكثر صحة وسعادة ومتعة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه هي فقرتنا، واللي هي فقرة السوشيال ميديا. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم بعد الفاصل، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتكلم الحين عن موضوع جدا مهم، بنتكلم عن حملة كنز الحياة، وهالمرة بنتكلم عن الدورة الثانية لهذه الحملة. بدأت هيئة الصحة بدبي الدورة الثانية من حملتها التوعوية كنز الحياة، بعد تحقيق نجاحات ملموسة خلال الدورة الأولى للحملة في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بأهمية تخزين دم الحبل السري والاستفادة منه في علاج أمراض الدم الوراثية. وللحديث عن هالموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. صبحت الله بالخير دكتورة فاطمة. عليكم السلام، صباح الخير. صباحك نور وسرور دكتورة. بداية نهنيكم على نجاح الدورة الأولى لحملة كنز الحياة، والحين إن شاء الله أنتم ابتديتوا في الدورة الثانية. اي نعم، طبعا الدورة الأولى لحملة كنز الحياة حقق طبعا إنجازات كثيرة، الحمد لله. فضلتي ان زاد الوعي، وهذا كان هي اصلا هدف الحمله، زياده الوعي عن اهميه الحبل السري، والاقبال الحمد لله زاد كثير على الحمله. وطبعا بسبب هذا الاقبال والرضا المتعاملين، نحن قررنا ان نكمل ونسوي الدوره الثانيه لحمله كنز الحياه في عام 2020. ممتاز دكتوره، حابين ناخذ فكره عامه عن الحمله اللي هي حمله كنز الحياه وكذلك اهدافها. طبعا حملة كنز الحياة طبعا بدت فكرتها على نهاية 2018، لأننا لاحظنا أن كثير من الأمهات والمجتمع ما عندهم يعني خلفية عن أهمية دم الحبل السري، أو شو هو دم الحبل السري وكيف يساهم في علاج كثير من الأمراض. فقررنا أن ما نركز فقط على وجودنا في العيادات الداخلية من المستشفى اللطيف ودبي، أن نطلع على جهات حكومية حق الناس اللي يعني ما يكونوا جايين المستشفى بغرض العلاج، يكون يعني كلهم معرفة عن أهمية الحبل السري. صحيح. فبغينا نوسع النطاق ونكون نوصل للمجتمع على شكل أكبر. فكان في 2012 في 2019 المراكز اللي ركزنا عليها والجهات الحكومية مثل بلدية دبي، شرطة دبي، عدنا ركزنا بعد على ديوا وRTA، كل هالمناطق رحناها، وبعض الجامعات بعد في الشارجة والمستشفيات والمراكز الصحية الأولية، ولقينا إقبال كبير. يعني ما توقعنا أن كيف هم لهم رغبة أن يتعلمون ويعرفون أكثر عن شو حبل السري وشو أهميته وكيف يلعب دور في علاج كثير من الأمراض. وبسبب هذا طبعا الإقبال، نحن قررنا أن يعني نستمر في إطلاق هاي الحملة، وهدفنا هاي السنة أن ندور على مواقع جديدة بناء على إحصائيات 2019، وحطينا خطة جديدة لإحصائيات لحملة 2020. ممتاز دكتورة، طبعا أكيد فئات معينة أنتوا تركزون عليها بخصوص هذه الحملة، فحابينك تكلمينا أكثر عن الفئات اللي تستهدفها هذه الحملة وكذلك الأماكن.
طبعا الفئات اللي نحن مركزين عليها هي الام الحامل، طبعا هي من هي اللي بتتبرع وبتخزن دم الحبل السري، فالاسره بشكل عام. بس لاحظنا اذا نركز فقط على الام، يعني ضروري جدا ان الاب يكون بعد يعني له علم عن اهميه الحبل السري. صحيح. لان في النهايه الام تاخذ موافقه الزوج، يعني اذا هي بتخزن دم الحبل السري، فاذا الزوج يعني ما يعرف اهميه الحبل السري وشو فائدته وكيف يساهم بالعلاج، يكون يعني ممكن ما ياخذون القرار الصح لتخزين دم الحبل السري. فنحن حابين عشان كده توسعنا في مناطق مختلفة، ورحنا دوائر حكومية وركزنا على مستشفيات مراكز صحية وجامعات بعد، على أساس إن شو نوصل الفكرة للأم للأب وللأسرة عن أهمية الحبل السري وكيف إنه ممكن هو يساهم في كثير من العلاج من كثير من الأمراض، وإن هذا طبعا لا يعتبر استنساخ طفل أو شيء. إن في وايدين عندهم فكرة إنه ان يعني الخلايا الجذعيه هذه تكون يعني تستخدم للابحاث ولا شيء من هذا، لا، هي خلايا جذعيه اصلا ناخذها نحن بعد ولاده الطفل، يعني ما في لا الم للطفل ولا للام بعد ما الطفل ينولد وينفصل. طبعا قبل ظهور المشيمه عباره عن 8 دقائق ينسحب هذا الدم من الحبل السري في وقت الولاده. طبعا هذا الدم يتم تجميعه في كيس معين، كيس تجميع دم الحبل السري، ويوصل عندنا المركز ونحن نفصل منه الخلايا الجذعيه ونخزنه لمده 30 سنه في المركز عندنا. متى ما الام احتاجت للزراعه نكملها الاجراءات ونسوي فحص وتطابق النسيجي، وان شاء الله يكون الدم اللي نحن خزناه يقدر يساهم في علاج كثير من الامراض، من امراض الدم مثل الثلاسيميا، اللوكيميا، سكر الانيميا، عندنا امراض المناعيه، كثير من الامراض اللي الحمد لله عالجنا فيها كثير من المرضى في مركز الحبل السري. دكتورة، ذكرتي طبعا أمراض الدم اللي يتم علاجها كذلك بدم يعني دم الحبل السري وكذلك الخلايا الجذعية، فحابين نتكلم بالتفصيل بخصوص أهمية هذا الدم، دم الحبل السري وكذلك الخلايا الجذعية، سواء في علاج أمراض الدم وعلاج الأمراض الأخرى. طبعا دم الحبل السري هو الدم المتواجد في المشيمه، في يعني في الخربطه تستوي ان هذا الدم من وين بالضبط، هو نفسه اصلا دم المشيمه، هو اللي يعبر عن طريق الحبل السري. طبعا كان يعتبر الحبل السري والمشيمه من النفايات، ما كان لاي اهميه قبل 20 سنه، كان يرمي يعني بعد الولاده يرمي ما له اي اهميه. طبعا من 25 سنه اكتشفوا ان دم المشيمه اللي هو دم الحبل السري طبعا يحتوي على خلايا جذعيه، طبعا ممكن تعالج اكثر من 80 مرض من امراض الدم. طبعا هاي الخلايا عبارة عن خلايا غير متخصصة، طبعا يتم سحبها في وقت الولادة مثل ما شرحت عن طريق الحبل السري. نعم. وما يكون لا ألم للأم ولا ألم للبيبي، بالعكس إنه بروسيدر بسيط 8 دقائق ينسحب هذا الدم ويتجمع في كيس ويوصل عندنا المركز ونحن نفصل الخلايا الجذعية هاي. فوقت الزراعة طبعا يتم زراعة هاي الخلايا الجذعية، وعبارة عن خلايا طبعا غير متخصصة تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة. يعني سبحان الله، يعني تاخذ تخصصها لما هي تحل محل الخلايا المتضرره. سبحان الله. وهذه يعني انها بدون تخصص، واول ما تنحط في المكان او في البيئه اللي لها تخصص معين تنمو وتكون بنفس البيئه نفسها. نعم، سبحان الله. فنحن عالجنا الحين 19 حاله من امراض الدم، منها الثلاسيميا، اللوكيميا، السكين، الدول الخارجيه، يعني حسب اللي هو اختيار العائله، يعني الاسره وانت حابه تتم الزراعه، ونحن نشحن العينه طبعا تحت ظروف ملائمه ان توصل للمستشفى في الوقت المناسب بظروف ملائمه حتى يتم زراعه الخلايا الجذعيه للطفل المصاب. ممتاز. دكتورة، كذلك حابين نتحدث أكثر عن دور المركز في جمع واستخلاص وتخزين كذلك هذه الخلايا الجذعية. طبعا المركز عنده أحدث التقنيات لاستخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، والحمد لله يعني تم افتتاح المركز من 6/6/2006، فصار لنا يعني خبرة في هذا المجال الحمد لله. وطبعا الجهاز اللي نحن نفصله هو جهاز أوتوميتد، يعني ويكون طبعا نتأكد من السرية التامة للخلايا الجذعية وطبعا اللي هو للأسرة نفسها. نعم. وتم فصلها في خلال 40 دقيقة، وطبعا تنأخذ هاي الخلايا الجذعية وتخزن في الحاضنات النيتروجينية ماينس تقريبا 180 درجة تحت الصفر لمدة 30 سنة. وطبعا تكون الأم وقع على عقد بينها وبين المركز يحفظ خصوصيتها ويحفظ طبعا العينة في المركز، وفي حالة قبول العينة تحصل الأسرة على شهادة تقول أن العينة مخزنة في المركز، وفي حال عدم قبول العينة بسبب أن كانت العينة
قليلة الدم أو مثلا ما فيها خلايا جذعية كافية أو فيها أي نوع من أنواع التلوث أو شيء، يكون نرجع المبلغ للأم، ومبلغ 8,000 درهم، نحتفظ فقط بمبلغ التسجيل اللي هو 1,000 درهم. نعم. فيعني حاولنا قد ما نقدر ان شو ان نحن نركز على النوعيه المخزنه في المركز، يعني نحن ما نطمح ان العدد يكون كبير، لكن نطمح اذا خزننا يكون النوعيه اللي نخزنها نوعيه جدا، يعني نوعيه الخلايا الجذعيه صالحه للزراعه في المستقبل. انت تخزنين 30 سنه، فتكون الام على امل يعني، فاذا جت يوم الايام طلبت العينه وكانت غير صالحه للزراعه حرام يعني يكون يعني زرعة أمل وما مو موجود. فأساسا نحن دائما نركز، يعني تنتي عندنا نسبة الرفض بعد عالية شوي، نرفض الخلايا اللي نعرف أنها مو ممكن تستفيد منها الأم، ونرجع المبلغ على أساس أنه ممكن تخزنه للطفل القادم. وهذا شيء أساسي كذلك يعني دكتورة، يعني جدا مهم أن العينة تكون صحيحة وحتى يعني تكون ممتازة، لأن مستقبلا إذا احتاجها سواء لأبناء أو لأي شخص تكون على الأقل عينة صالحة حتى للاستخدام، أو بتعطي نتائج ممتازة، ما بأنها تتعالج فيها وما بتعطيك هذه النتيجة. تبتي في معايير معينة لاختيار العينة، ومعايير معينة لقبول العينة قبل ما تخزن، يعني في بروسس يمشي تمشي عليه العينة، وإذا كل شيء تمام وتمشي على المعايير العالمية فيها دم كافي وخلايا جذعية كافية، وتكون خلايا جذعية حية وما فيها أي نوع من التلوث أو من الفيروس أو بكتيريا، طبعا في هاي الساعة فقط الأم يوصل لها مسج من عند المركز تقول إن عينتك طبعا نجحت وإن هي مخزنة في مركز اللي حبل الطبيب. لكن في حالة إن إحنا نعرف إن العينة مو ممكن تنفع الأم ولا شيء، طبعا إن إحنا نرجع هذا المبلغ على أساس إن نأمل إن المرة الجاية إن شاء الله الأم تخزن للطفل الجاي. ممتاز دكتورة. بالنسبة لحبل الدم السري، في كل حمل أو كل ولادة الأم تقدر تعطي هذا الدم، ولا في حمل معين يعني فقط مرة واحدة ويكفي؟ لا هو في كل حمل تقدر تعطي إذا هي حابة. طبعا نحن إذا كانت الأم يعني من أسرة يعني فيها عندها أمراض من أمراض الدم، نحن صراحة نشجع أن كل حمل تخزن العينة إذا كان عندها يعني أطفال مصابين بأمراض من أمراض الدم. نعم. لكن في حالة إذا كانت الأم يعني طبعا سليمة وما عندهم أمراض في العائلة، نحن نشجعهم على أن يتبرعون بدم الحبل السري، وأن أو يخزنون يعني لطفل واحد ويتبرعون بالباقي الحبل السري. لكن حاليا نحن موقفين التبرع، لأننا قاعدين نسوي دراسة جديدة لعملية التبرع بدم الحبل السري، لكن بنبطل باب التبرع قريب إن شاء الله. إن شاء الله بيكون إقبال يكون كبير جدا على التبرع بدم الحبل السري، ونحن هذا الشيء يعني وايد يعني فرحانين فيه أن الناس تقبل وتحب أنها تتبرع عشان تساعد الآخرين. صحيح، وهذا له دور كبير كذلك. يعني كثير من الأمهات اللي ما يقدرون يحملون وما يقدرون يخزنون دم الحبل السري، فيكون لهم متبرعين يقدرون يستخدمون عينتهم لعلاج الحالات اللي عندهم. ممتاز دكتورة. في أي فترة تقدر الأم تسجل بحيث أن إذا حابت تعطي دم الحبل السري يعني كلها هي لأطفالها في المستقبل أو كتبرع؟ طبعا الام تقدر تسجل بعد ما يستقر الحمل عندها، يعني احنا دائما نقول 4 شهور وطالع لما تتاكد ان كل شيء تمام والحمل مستقر وسوت السكان والدكتوره طمنتها ان كل شيء اوكي، فبهالحاله تقدر تيجي عندنا تزورنا المركز. نعم. او تقدر تسجل عن طريق مستشفى لطيفه، نرسات الموجودات الممرضات في العيادات الخارجيه في مستشفى لطيفه بعد ممكن يسجلونها كامل في مستشفى لطيفه بدون الحاجه انها تيجي المركز، او ممكن انها تبعث ايميل للمركز عندنا هو dcrc@dha.gov.ae. طبعا هذا الإيميل فقط تطلب منها أن تبغى تسجل دم الحبل السري، ونحن نقوم بالإجراءات كاملة. إذا هي مش حابة تزور المركز نقدر نسويها كلها عن طريق التليفون ونسهل يعني طريقة التسجيل. فكانت الفكرة يعني نحن قد ما نقدر أن نحاول أن نسهل على الأم، يعني لأن هذا الموضوع مهم ونتخذين الخلايا الجذعية شيء جدا مهم، فنحن ما نبغى الأم يعني إذا المشوار عليها أنها تيجي المركز وتسجل متعب، يعني قلنا إذا فتحنا المجال أنه ممكن يستجد في مستشفى لطيفة على أساس أنه تراجع هناك عن طبيبتها، أو ممكن عن طريق الإيميل تبعث لنا بس الإيميل وتقولنا أنها حابة تسجل، ونحن نتواصل معاها في التليفون ونكمل إجراءات التسجيل. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة فاطمة إن شاء الله في الدورة الثانية من حملة كنز الحياة. إن شاء الله مشكورين. إن شاء الله، وإن شاء الله النجاح يكون أكبر كذلك من نجاح الدورة الأولى. الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، شكرا لك.
مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الدورة الثانية من حملة كنز الحياة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. جتنا رسالة نصية بخصوص الخلايا الجذعية ودم الحبل السري. رسالة تقول: ولدي تعالج بزراعة نخاع اللي هو خلايا جذعية، والحمد لله في ألمانيا بسبب أنيميا حادة. كل الشكر لهيئة الصحة بدبي على جهودهم من بو محمد. الله يشفي إن شاء الله ويعافيه. وطبعا هذه يعني هذه واحدة من الحالات اللي الحمد لله تعالجت بالخلايا الجذعية، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، خاصة أنها تلعب دور كبير في علاج أمراض كثيرة وخاصة أمراض الدم. مستمعينا، ننتقل لفقرتنا الثالثة لليوم، وبنتكلم عن تطبيق براعم، وهو تطبيق للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال. أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا تطبيق براعم ضمن تطبيقها الرسمي بهدف قياس مدى التأخر النمائي لدى الأطفال والكشف المبكر عن الإعاقات المحتملة لدى هذه الفئة العمرية ووضع البرامج والحلول العلاجية المناسبة لها. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العلماء، رئيس وحدة الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة فاطمة. صبحت الله بالنور، حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله دكتورة. دكتورة، طبعا يعتبر تطبيق براعم واحد من أهم التطبيقات عندنا في تطبيق هيئة الصحة بدبي، خاصة أنه يعني يكشف، يعني يعتبر ككشف مبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال، فحابين ناخذ فكرة عن هذا التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شكرا اختي على دعوتك على هالفقره. الكشف المبكر تعرفين وايدين، زمان مثلا احنا كنا نشوف الاطفال، الطفل يدخل مدرسه ما يقبلون الا الطفل ما يتكلم او الطفل ما نعرف اذا يسمع ولا لا. الحين عشان نتفادى هالشيء سوينا هالتطبيق البراعم مثل ما تفضلتي، لان تعرفين الكشف المبكر له اهميه، كلما شخصنا اسرع وكشفنا مبكرا في اي تاخر نمائي وتدخلنا اسرع، كلما نتاج تكون أفضل وأحسن وأرخص. صحيح. فهالتطبيق وايد، مثلا لما طفل يكون عمره 9 شهور هالتطبيق ممكن أم تستخدمه من عمر 9 شهور لعمر 6 سنوات. ممتاز. ويبين هالتطبيق يبين إذا الطفل عندي أي تأخر في أي مكان، مثلا في الحركة، في العضلة، في الرؤية، في السمع، في النطق، وكلما اكتشفنا أسرع كل ما أحسن. وما عليهم الأهل إلا ينزلون موقع الهيئة على موبايلاتهم. نعم. وبعدين في شيء اسمه تطبيق براعم. نعم. التطبيق هذا بس يطلب، الله ينعم عليك، بس يطلب منهم إن verification، وممكن يدخلون بس عمر الطفل، وبعدين تطلع لهم فورمة حسب عمر الطفل. مثلا الطفل عمره 9 أشهر، الاستبيان اللي أم تملي غير عن الطفل اللي عمره سنة على 2 أو 3 سنوات. والشيء حلو اللي فيه مثلا إذا الطفل مولود خدج. نعم. إذا كان طفل مولود الله ينعم عليه قبل الوقت الولادة ب3 أسابيع وأكثر، هذا التطبيق يسوي لي كالكوليشن، يعني يحسب عمر الطفل عشان ما نظلم الطفل. مثلا طفل خدج ممكن يتأخر شوية لأنه مولود قبل، إذا مثلا ما كان يسوي هالكمبيوتر ما يعدل يعني عمر زمني للطفل يعدله، بنقول هالطفل مثلا 10 شهور وبعد ما يلس وبعد ما مثلا شيء، لكن هالجهاز السيستم يعدل العمر. فإذا طفل مولود خدج بعد يعدل العمر على أساس ما نقول مثلا طفل متأخر يكون عمره الحقيقي كم. ممتاز دكتورة. طبعا في إعاقات معينة يركز عليها هذا التطبيق ويكتشفها لدى الطفل، ولا كتطبيق عام بالنسبة للتأخر النمائي لدى الأطفال؟ التطبيق هذا فيه 20 سؤال. زين، أول 5 أسئلة لأشياء عامة، مثلا حركات كبيرة، مثلا حركة، مشي، أشياء يعني مفهوم الطفل، هل الطفل يفهم شو نقول له. عقب في 15 سؤال لكل جزء من أجزاء الجسم، في 3 أسئلة. مثلا في أسئلة نشوف إذا الطفل يسمع زين ولا لا، في 3 أسئلة عليه. الطفل إذا ينطق عدل ولا لا، في 3 أسئلة عليه. المهارات العقلية للطفل، في 3. التطور،
في مفهوم العام يعني في كل يعني كل أشياء في الجسم هو في ثلاث أسئلة. عندنا خمس أسئلة عامة عن التطور الكبير، مثلا حركة، مشي، مفهوم الطفل، وبعدين لما نيجي على تأخر الإعاقات الدقيقة، مثلا الطفل كيف يستخدم أصابع أنامله، هاي في أسئلة غير على السمع غير على الظهر. ممتاز، يعني تركيز عام وتركيز كذلك على أشياء معينة دقيقة بالنسبة لتطور النمائي للطفل. دكتورة، يعني الأم تقدر بدال ما تقيس، يعني بدال ما يكون، يعني فرضا إذا الأم عندها أكثر عن طفل، قلنا من عمر 9 شهور طبعا لست سنوات هو التطبيق تقدر الأم تستخدمه، إذا عندها أكثر عن طفل في هذه الأعمار تقدر تستخدم لكل طفل تقيس نموه؟ كل ما تحطها عمر الطفل أو اسم الطفل على طول. والميزة إن إذا الطفل هذا يكون من مراجعي هيئة الصحة، لما أم تمليها الاستبيان أول ما إحنا نشوف الملف نشوف إن الأم حلت وهذا طفل طبيعي ولا لا. وميزة ثانية إن مثلا لما أم تملي تطلع لها تقرير يقول لها الطفل سليم ولله الحمد، بعد 3 أو 6 شهور عيد مرة ثانية نفس التقرير تحليل يعني استبيان. أيوة، يعني ترد تعيده، يعني في يعني اذا كان طبيعي ترجع تعيد مره ثانيه، يعطيها مثل الفتره تقرير. واذا كان مثلا مو طبيعي بيقول له، اذا طفل المراجعي هيئه الصحه احنا نشوف البسكت مالنا في السلامه في ملف الالكتروني الطبي مال الطفل، نشوف اللي ام سوت هل هذا الطفل طبيعي ولا لا. اذا مو طبيعي احنا بنذكر الاهل وبنجلس وياهم مره ثانيه نقيم الطفل. واذا الطفل كان مو من مراجعي هيئه الصحه من أي مكان ثاني خاص، وزارة الصحة، أبو ظبي، حتى خارج الإمارات، ممكن يحل يقول له روح مثلا إذا كان مو طبيعي يقول لو سمحت راجع طبيبك، طبيب الأطفال من طفلك ولا شيء، يعطيه نصيحة كذلك إذا كانت وهالشيء جدا مهم. يعني مرات الشخص بيحل الاستبيان بس ما بعارف إذا طلع الاستبيان إذا طلع طبيعي، مرات يحتاج صح يعيده، وهاي نقطة مهمة أن ذكرها التطبيق أن إعادة الاستبيان بعد 3 أو 6 شهور. وكذلك إذا في نقاط معينة يحتاج متابعة الطفل فيها، يعني بالنسبة لي يذكر أن يعني ينبه الأم أو ولي الأمر كذلك أن يحتاج أن يتابع مع الطبيب الأخصائي أساس الكشف الإكلينيكي كذلك. صحيح. دكتورة، طبعا في حالات معينة إذا يدكم أو صار الكشف عنها كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ إذا اكتشفنا أن الطفل، الحمد لله إحنا فتحنا في عيادة المزهر مركز التدخل المبكر، وهي أولى من نوعها لأن ولا مكان في العالم فيه في رعاية الصحية الأولية عندهم مركز تدخل مبكر. فوايدين مثلا إذا إحنا يا الطفل واكتشفنا فعلا أن الطفل هذا يعاني من مثلا ما يتكلم الا الان، عمره الطفل سنه او سنه وثلاث شهور اي شيء، طفل بعد ما يتكلم، اول شيء نسوي حق الطفل فحص السمع، والحمد لله اجهزه السمع متوفره في كل المراكز الصحيه. اول شيء نشوف هل الطفل فعلا يسمع ولا لا، ممكن عندي مشكله في السمع. صحيح. اذا شفنا الطفل يسمع نحول على مركز النطق، عندنا علاج النطق والتخاطب في مركز عندنا، او اذا هم حسب الاهل هم يفضلون وين يتابعون. ويعتمد على كل حالة بالضبط التأخر النمائي عند أي يعني في أي شيء عندها، وعلى أساسه تكون المتابعة. صح. إذا عنده مثلا مشكلة في تواصل، عندنا مثلا أطفال عندهم طيف التوحد، إذا اكتشفنا أسرع علاجهم أسهل ونتائج أسرع يعني أفضل، وحتى علاج أرخص من ما نأخذ، بعدين نحولهم على مكان معين يعني حسب كل الطفل، ونشوف شو الإعاقة أو شو المشكلة في أي مكان في الجسم وبعدين نحولهم. ممتاز، وهذا بيساعد يعني كذلك أن كل ما كان عمره صغير واكتشفه في وقت مبكر كذلك إعادة التأهيل والعلاج تكون جدا أسهل. صحيح. صحيح، وخاصة هذه الأعمار تكون الأعمار اللي قبل ما يدخل فيها الطفل المدرسة، يعني عمر وايد كريتيكال، يعني لازم صحيح. كل ما اكتشفنا أسرع كل ما قدنا الطفل وأحليه اللي قبل ما يدخل المدرسة، وبعدين أثر على نفسيته وعلى الأهل وعلى العائلة وأسرة ومجتمع. صحيح. دكتورة، هذا بخصوص تطبيق براعم للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال. ننتقل لخدمة أو وحدة الأمومة والطفولة، فحابين نتكلم عن خدماتها بشكل عام. الخدمات اللي احنا مثلا إذا قلنا عن الأمومة، طبعا احنا نتابع الحمل من البداية لما الأم تربي بسلامة
وأول ما تربي إحنا عندنا بعد الولادة على طول نسوي لهم فحص الأمراض حديثي الوراثة بعد عمر 48 ساعة. عندنا خدمة اللي إذا الطفل يعاني من بصفار مثلا عندنا جهاز نشوف نطمن الأهل مين يسمع الأهل. عندنا فحص السمع إذا كان الطفل عنده مشكلة في السمع عندنا جهاز نسوي. عندنا استشارة للرضاعة الطبيعية ممتاز إذا الطفل الأم تراضي. عندنا خدمة التطعيمات نتابع النمو وتطور الطفل متابعة الحالات إذا الطفل يعاني من أي شيء إذا الطفل محتاج لأي متابعة. يعني ما شاء الله عيادة كاملة وكل الخدمات متوفرة ونرحب بأي شخص يحب يحضر عياداتنا في أي وقت. بالنسبة دكتورة العيادات طبعا من أهم العيادات يعني طبعا كل عيادة لها أهمية كبيرة صراحة خاصة في فترة الطفولة أو فترة ما بعد الولادة وخاصة أن تغطيتكم من صفر العمر الحديث الولادة إلى تقريبا 5 سنين فهذا له دور كبير صراحة يعني. ومن أهم الخدمات صراحة اللي توفرونها اللي هي خدمة التطعيمات. صحيح صحيح وهذه الخدمة جدا يعني مهمة. فدكتورة إذا بتعطينا نبذة عن خدمة التطعيم وأهمية كذلك التطعيم لهذه الفئة المعينة من الأطفال. يعني أخبرت عن تطعيمات؟ نعم. تعرفين التطعيم وايد يقي الأطفال من وايد أمراض المنتشرة. فعندنا تطعيمات من الولادة مثلا نعطيهم عن الدرن عن الكبد البائي على عمر شهرين. في تطعيم نعطي للطفل في إبرة فيها 6 أشياء تحمي الطفل من الشلل الأطفال من الأمراض اللي يسبب التهاب السحايا من الكزاز من السعال الديكي. في تطعيمات عن الفيروس الروتا لأن تعرفين تطعيم فيروس الروتا يسبب إسهال وزواع ووايد مشاكل للأطفال. الحمد لله من يوم ما دخلنا نادرا الطفل يحتاج مستشفى يحتاج مغذي لأن عندي جفاف بسبب هذا الفيروس. صحيح. بعد تطعيم شهرين عندنا تطعيم الشهر الرابع نعطي جرعة ثانية للأشياء اللي عطينا على عمر شهرين وعلى عمر 6 شهور نعطي جرعة ثالثة. وبعدين في تطعيم على عمر السنة عن الكبد عن الحصبة الألمانية والحصبة وخازبات والنكاف. وعندنا إبرة ثانية عن الجذيري. بعد عندنا تطعيم على عمر سنة ونص جرعة منشطة للأشياء اللي عطينا للطفل على عمر شهرين. ممتاز. بعدين على عمر 5 سنوات لذلك الطفل يكون دخل المدرسة حصلناه يعني عنده مناعة لما يشوف أي يواجه أي مرض فيروسي أو بكتيريا. صحيح. يكون حصن منيع له يعني ما يأخذ بسهولة أي مرض ممكن يصادف في أي طفل أو أحد عنده. صحيح وهي نقطة جدا مهمة يعني يدخل الروضة أو الحضانة وكذلك يدخل المدرسة يعني يكون محصن. هاي نقطة جدا مهمة ذكرتيها كذلك دكتورة فاطمة أن يكون مؤهل يعني جسديا على الأقل لأن احتكاك الأطفال في بعض مرات الواحد يسافر يرجع يعني على الأقل مناعته تكون ضد هذه الأمراض تكون كبيرة. صحيح. صحيح دكتورة كلمة أخيرة توجهين المستمعين بخصوص تطبيق براعم. هالتطبيق صراحة جدا جدا وايد مهم ومتوفر الحمد لله ومجانا لكل المقيمين لكل حد موجود على أرض الدولة وحتى برا. أنا قدمت عن هالتطبيق في مؤتمر اللي كان أسبوع اللي طاف حتى عندنا ناس من السعودية من فلسطين من سوريا من مصر كلهم قالوا بينزلون ويطبقونه. تطبيق جدا مهم جدا سهل بس يحتاج يعني من الأهل اللي يشوفون لما طفلهم يوصل لعمر 9 أشهر بس ينزلون موقع هيئة الصحة في موبايلهم وبعدين ينزلون تطبيق برايم. أول ما يدخلون عمر الطفل يتطلع لهم استبيان يحلون عشان أطفالهم متوفر يعني واحد ما في حد ما عنده موبايل. صحيح ويقدر في أي وقت يسويه يعني أي وقت تقدر تسويه يعني طول الوقت أي يعني أي وقت في أي مكان وقت الانتظار في أي مكان في أي البيت وقت. في برايم. صحيح. ويمكن ما ياخذ دقائق دكتورة يعني بس يعني يمكن ما ياخذ دقائق من الشخص نفسه بس يعني له عائد كبير. صحيح وايد زين. وبعدين يعني دولة ما قصرت وسود وفرت وسوينا هالتطبيق نتمنى الناس تستخدمه. وبعدين اي سؤال اي اسئلة عندهم احنا حاضرين اي وقت في اي مركز من المراكز الصحية لدى هيئة صحة دبي. يعطيكم كل العافية دكتورة ان شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يعافيك. شكرا دكتورة فاطمة العلماء رئيس وحدة الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك.
مستمعينا كان هذا موضوعنا بخصوص تطبيق براعم للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال، ومثل ما ذكرت لنا الدكتورة فاطمة أهم يعني يكون من فئة 9 شهور إلى 6 سنوات. تقدر الأم أو الأب أو يعني اللي يهتم بالطفل نفسه يدخل على التطبيق، ينزل التطبيق هيئة الصحة في دبي، تكون التطبيق موجود كذلك في التطبيق الأساسي هيئة الصحة في دبي، يدخل الرقم ويدخل اسم الطفل ويدخل عمر الطفل ويحل الأسئلة. كل عمر له أسئلة معينة، أو يعني حتى الدرجات اللي تنحط لكل سؤال تختلف عن العمر المعين الثاني، وكذلك يمكن ما ياخذ منه دقائق هذا يعني هذا الاستبيان، بس له دور كبير كذلك في الكشف المبكر. طبعا بالنسبة لي التطور النمائي لدى الطفل وفي هذا السن طبعا هذا جدا مهم بالنسبة للطفل. هذه أول فترات عمر الطفل يتعلم منها أشياء وايدة، سواء حتى لو أن يتعلم بالنسبة للأشياء الدراسية، يدخل مدرسة يكون عارف يعني ما تواجه صعوبات كبيرة، يعني الكشف من البداية يقي أشياء كثيرة وكذلك يحلها، خاصة إذا لقيت النصيحة ولقيت العلاج في الوقت المناسب وقبل ما تتطور حالة الطفل بخصوص التأخر النمائي. والجميل كذلك في البرنامج مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة، إذا كان بعد ما حلينا الاستبيان النتيجة طبيعية، يقول لك عيد النتيجة طبيعية، يحتاج تعيد عقب 3 شهور أو كذلك 6 شهور أساس عمر الطفل يتبدل، يعني الطفل يتطور. هذا بعد جدا جميل، مو بأنه طبيعي خلاص ما ينعاد. وكذلك في حالة إذا الطفل عنده أشياء أو تأخر معين فيحتاج أن ينفحص عن طريق الطبيب المتخصص، يعطيني نصيحة كذلك أن أتوجه لطبيب معين. إذا كان الطفل مو مسجل في هيئة الصحة في دبي، بس إذا كان الطفل تابع لهيئة الصحة أو مسجل في هيئة الصحة في دبي، بيك موعد أو يوصل لي الطبيب المختص عن طريق برنامج سلامة، وكذلك يحتاج أن الطبيب يقيم الطفل مرة ثانية. إذا احتاج لتدخل معين يقدر يوجهه للمكان اللي يحتاج تدخل معين فيه، خاصة مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة مرات تكون بس أن الطفل ما يسمع أو عنده مشكلة في السمع، هي مسببت له هذه المشاكل كلها، وحلها احتمال يعني حلها يكون جدا بسيط وعلاجها كذلك أبسط إذا اكتشف في الفترات بداية التأخر النمائي لهذا الطفل. هذه الفترة يعني جدا مهمة في عمر أي طفل يعني، وعليها أشياء وايدة كذلك تعتمد يعني، خاصة بالنسبة للأطفال يعني كل ما انتبهنا أن في شيء معين عندهم مشكلة معينة يفضل أن نحلها على طول، لأن أحسن بدال ما تزيد وتسوي له مشاكل مستقبلا وفي حياته المستقبلية. في أشياء بسيطة أقدر وهو طفل أقدر أحلها، ولا أنها تتراكم عليه ويصير المدرسة عقب أكتشفها وأرجع من أول وديد أبتدي أعالج، وكان العلاج بيدي وكانت وهذا التطبيق نفس ما ذكرنا يقدر الواحد يحله أو يقدر الواحد يحل هذا الاستبيان أي وقت وفي أي مكان، بس نزل التطبيق وحله يعني بالنسبة لأطفالك. وما في شيء أقلى عن صحة أطفالنا يعني، سواء صحتهم الجسدية، صحتهم النفسية، صحتهم النمائية كذلك. ولو ما مهم هذا الشيء كما نحط له تطبيق كامل وجدا سهل، حتى أسئلته جدا سهلة يقدر الواحد يحله، وما بتاخد ترى منه دقائق يعني، بس يعني أهميتها جدا كبيرة. اتطرقت ويمكن دخلت بعمق لأهمية هذا الموضوع وخاصة للأطفال، ويمكن الحين يمكن ابتدينا نلاحظ زيادة في التأخر النمائي، ويكتشف الطفل يوم يصير المدرسة، فليش ما أنا طفلي من يوم عمره شهور أقدر أكتشف هالشيء وكذلك أحل له إذا متوفر لي يعني سواء الكشف المبكر لهالشيء وسواء العلاج وسواء التأهيل، يعني كل الأشياء متوفرة الحمد لله. يعني ليش ما أخذ أنا الخطوة هذه وأركز عليها، وما بطفل واحد تقدر تسوي له، يعني أكثر عن طفل كذلك أقدر أسوي لهم وأشيك عليهم إذا كانوا يحتاجون تدخل أو طبيعيين. وإن شاء الله نتمنى لكل أطفالنا وكلهم الصحة والعافية والسعادة. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا لحلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح.
الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج نمر محمد، يعطيكم ألف عافية. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.